بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينظم الكون في كل شؤونه، ومن هذه الشؤون البعد الزمني، وتنظيم هذا الأمر ورد في آيات عديدة من الكتاب الكريم. إذن أصبح تحديد المسألة الزمنية محكما من محكمات الشريعة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. أيضا قال بعد ذلك معالجا قضية من أهم القضايا ومن أخطر القضايا التي أثرت في كيفية رؤية الناس إلى دورة الزمن وتنظيم أمورهم الزمنية، ما يعرف في الجاهلية بالنسيء. فقال سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، حيث استخدمت هذه المسألة للتلاعب بالمواسم. وكأن التاريخ يعيد نفسه حينما نلاحظ بعض الطغاة يعبثون بالمواسم في معايير الدخول والخروج للأشهر. فالأشهر جعلها الله سبحانه وتعالى، وخاصة الأشهر القمرية، جعلها الله شعيرة من شعائر هذه الأمة، وأساسا من أسس تشريعاتها. أغلب التشريعات الدينية تقوم على أساس مراعاة الشهور القمرية، سواء في مسألة الزكاة، في مسألة العدد، النساء، مسائل عديدة تجد أهميتها في هذا، في احترام الشهور القمرية. نعم. إذن مسألة الشهر القمري هذه مسألة منصوصة في الكتاب وأداة أساسية. أتت السنة النبوية وبينت أن الشهر 29 و30، فهذه قاعدة أيضا من القواعد الأساسية التي نظمت بها الأمة الإسلامية، قاعدة الزمن وتتالي الأشهر. وبالتالي فمسألة الشهور القمرية مسألة دينية في صميم الشعيرة الإسلامية، الشعائر الإسلامية تقوم على أساس أن الشهر القمري قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، مع أن دورة الفلك تقتضي أن تكون هذه الأيام بكسور، يعني قد يكون 29 يوما ونصف وبضع ساعات. وهذا ما نلمس، يبدأ الاختلاف بين المعايير الشرعية والمعيار الفلكي، حيث أتى الشرع بضابط مهم، وهو أن يكون إما 29 وإما 30. فإذا لم يكتمل بمعايير معينة فيعد الشهر 30 يوما، وإذا أمكنت رؤية الهلال في زمن ما بمعيار معين يصبح الشهر 29 يوما. فهذه القواعد منظمة وحدثت عليها إجماعات كثيرة، وهناك بعض القضايا الخلافية في الفقه الإسلامي التي لا تعرقل الوحدة العامة، لكن للأسف اليوم ربما دخلت بعض المعايير الإضافية التي جعلت المسألة فيها إشكالات كثيرة.